بالزي التقليدي الذي يميز الجزائر، يحاول الكثير منا المحافظة على هذا الإرث الثقافي من خلال تكثيف النشاطات والتظاهرات لتوثيق الحفل هذا بمناسبة شهر التراث الذي يصادف 14 أفريل إلى غاية 14 ماي. الحفل يتضمن مجموعة من عروض الأزياء، اللي أزياء اللباس التقليدي الخاص بمختلف ربوع الوطن، وركزنا على الحنة العاصمية اللي راح تكون تاج هذا العرض الأزياء اليوم. بلدية الأبيار التي ارتأت أن تنظم احتفالية تمثل شعارها الحفاظ على الموروث الثقافي وحمايته من السرقة التي تطالع. الهوية الوطنية تتضمن مجموعة من الأشياء أو مجموعة من المبادئ، هي أيضا تتضمن في اللباس وفي العادات والتقاليد، إضافة إلى المبادئ اللي نعرفها هي الهوية الأمازيغية وهي الدين الإسلامي. فبالتالي هو كان أحد أهم الأهداف أو أحد أهم الأسباب اللي خلانا ننظم هذا الحفل اليوم. تنوع الأزياء التقليدية والتي أصبحت دور العرض العالمية تستوحي تصاميمها من تلك الأزياء دون أن تنسب للجزائر، يستوجب على الجميع حمايتها من السرقة لئلا تضيع وتطمس من هويتنا الثقافية.